ترانسبلانتيشن أو زراعة الأعضاء علم خاص، علم كبير، شابتر كبير، حناخدو الفاندمنتلز الأساسيات متاعه ونفهم وش يقول ولوين يرفع. فيه نقاط مهمة تزيد تفتح عيونك على المناعة وعلى how your body functions and in terms of protection and immunology. أول حاجة خلنا نعرفه معنى graft. graft هي أي تشو أو عضو يتم نقله من مكان إلى آخر أو من شخص إلى آخر، يعني في الجسم نفسه من مكان لمكان أو من شخص لشخص، هذا مو فيها graft. عضو يعني هي كلمة graft كأنها ترقيعة، كأنها حاجة كي تأخذها قطع غيار. أنواعها، أنواع يحبوا يسألوا فيها، مهم تكون عارف الفرق بيناتهم كونهم إنهم سهلات وهلبة، فحلو التلخبيط. Xenograft or isograft هذه الترانسفير متاع normal tissue between genetically identical أو synergic individuals، يعني مثلا من توأمة. isograft يعني من توأم إلى أخوه. عادة نسبة التطابق تقارب أن تكون 100%، ما عمرها راح تكون 100% حتى identical twins. xenograft أو isograft. autologous، autologous هي grafts were removed and placed in another site in the same person. auto automatic auto منك فيك. allograft or homologous هذه أشهر حاجة، هذه اللي إحنا ناخده زوز allogenic individuals، يعني إحنا ننقله من بشر لبشر، من إنسان لإنسان. صح إحنا نختلفوا جيناتكلي، يعني أنا أسمر أنت طويل أنت قصير كذا، لكن إحنا same species، إحنا نفس الكائنات نفس المخلوقات نفس الجنس. xenograft أو heterograft هذه heterologous، هذه حيوانات من إنسان لحيوان، من حيوان لإنسان. بهي each individual، على فكرة نقل الدم يعتبر transplantation، لا مقد بلغت. each individual tissue cells lymphocyte have certain antigen on their surface membrane. في ريسبتورات على سطح الخلايا هي يسموا فيها human leukocyte antigen HLA، هلا human leukocyte antigens. هذا في مصطلح يطلع منه اسمه tissue typing أو طباعة نسيجية أو استنساخ نسيجي، اللي هو احنا نحاول نديره cross matching، تطابق بين الهالة هذه متاع الدونر و receiver أو receiver، حيث أن rejection أو باش مثلا cross matching in blood transfusion and rejection transfusion reaction، يعني لما يصير rejection في الكروس ماتشنج حصير ترانسفيوجن رياكشن اللي هي الانافيلاكسيس او للاسف تايب 2 اللي هي شني سايتوتوكسيك. معي سايتوتوكسيك هايبرسنسيتيفيتي تايب 2 سوف فيها ترانسفيوجن رياكشن، عمليه نقل الدم خاطئ. ده عفوا امثله على الامراض اللي تحتاج تيشو ترانسبلانتيشن. الحروق تبي جلد، end stage renal failure، terminal cardiac failure، تليف، cirrhosis، biliary atresia، انسداد المجرى العصارة الصفراء، bone marrow، والأمثلة هلبة. أساسنا هنا الميجر histocompatibility اللي لقح عليه في الشباب اللي فاتوا، لكن يبي شني تو نتكلم عليه من ناحية specific شوية. الهالة in each or human leukocyte antigen in each individual are genetically determined، يعني محدد على جيناتك شن نوع او الطبعه او البصمه بتاع الانسجه بتاعك، ويسموا فيها major histocompatibility اي تطابقيه النسيجيه العظمى. هلا genes are located على الشورت arm بتاع السيكست كروموسوم، قريبه جدا من الجينات اللي مسؤوله على immune response، مهمه جدا يعني. مهمة جدا. نقول كالش. المهم that decide individual's ability to mount good or bad response to antigen. يعني immune response لما يعني الهالة جين جاي على الجينات أو قريب من الجينات في short arm بتاع sixth chromosome ليشني
للقريب من الجينات اللي تحدد هل انت تستجيب كويس او بشكل سيء ضد الاجسام المناعيه او ضد الانتيجنز. The crucial actor discrimination between self and non-self tissue is achieved عن طريق الميجر هيستوكومباتيبلتي لما تنصبط بالتي سيلز. يعني باش تظبط الصينيه هي كي نرسم فيها يعني عاده هذه خليه مثلا باش تنظبط انت سيلف ولا نان سيلف كل خليه تطلع بولي بيبتايدات تشينز تحطها على الميجر هيست كومباتيبلتي اللي هي الصينيه هذه عن طريقها التي سيلز تعرف انت معاي ولا ضدي فالميجر هيست كومباتيبلتي مهم للغايه في من ثلاثة انواع لكن انا كاتب نوعين بس ميجر هيست كومباتيبلتي 1 يوجد في كل نيوكليتد سيلز يحتوي فقط على الفا تشين تركيب هذا بروتيني Major histocompatibility 2 يوجد على البي سيل والماكروفاج وحتى التي سيلز اللي تحتوي او يترك او يتركب من الفا وبيتا تشينز طبعا حتى دندريتك سيلز held by non covalent ones هنا هذا الفا تشين بس موجود في كل النيوكليتد نيوكليتد يعني عدا ميني ار بي سيز نبيها النقطة هذه functions of هلا molecules او medical importance متاعها اول حاجة مهمة في الـ organ transplantation الـ matching او التطابق between the donor and recipient is mandatory مهم طبيعي كده ترى بتضيع العضو بتضيع المستقبل play a role in regulatory human immune response يعدلوا في التعب يعني امتى التفاعل ينشط او امتى لا بناء على الميجر هيستوكومباتيبلتي الصينيه فصلها مواد سيئه او مواد طبيعيه هلا دي كيو 8 يزيد في الدايابيتس ميليتس تايب 1 هذا الاوتو اميون ديزيز هلا دي كيو 8 يزيد هلا بي 27 في الانكايلوزنج سبوندلايتس شنو هو الانكايلوزنج سبوندلايتس دي محفوظها كان علامه استفهام العمود الفقري يبدا مايل زي توك لما تشوفها من قدام تشوفني من قدام هيك زي توك العمود الفقري بتاعك هيك خاش هيك وطالع من فوق من اللوطه كان شيء كان هيك كانك واقف مايل مايل بالجنب طبعا هلا دي 4 دي ار 4 يزيد في الاس ال بي او سيستميك لوبس اريثروماتوسيس الثلاثه ما اوتو اميون ديزيز بتاع تي سيل ار انفولفد can be used as cytotoxicity technique to test anti hala antibodies يعني في طرق نقدر نظبطوا بها انتيبادي ضد الهلا هما نحطهم في ناخذ سيرم الانسان نحط للانتيبادي زي فلو ارتبطت بها نعرف ان شيء اوكي انت راهو تهاجم في نفسك ملاحظه الميجر هيستوكومباتيبلتي 2 peptide antigen is transported to the cell surface for display and recognition by TCR. ما تنساش ان TCR CD4 او CD8 فهي هذا مشيني هذا ال MHC2 خصوصا 2 فهي 2 بيشد CD4 وينظبط كويس الخلية هي شن جايبة يعني مثلا البي سيلز شن عندها مجريست كومباتيبلتي 2 حطيت لك على الصينية بتاعها مواد فيروسية يظبطها السي دي 4 ويقرر بعدين so very important indigenous antigens زي مثلا cytosolic viral routine synthesized on infected cell for presentation of major risk compatibility 1 بCD8 يعني من الأخير زي ما قلنا خلية تمت السيطرة عليها بسبب فيروس معين تمشي تطلع مواد تحطها على الميجر هيستوكومباتيبلتي 1 باعتبارها خلية جسمية سوماتيك لما تجي سي دي 8 تشوفها تقتل الخلية هذه هذا فقط الملخص كروس ماتشنج شن تاني كروس ماتشنج معناها انت حتدير تاخذ السيرم بتاع المستقبل فهي وبتعرضها لانتي بودي اجينست بتاع الدونر هلز اي مركبات او انتيجينات الجسم المعطي يعني شو بدي خد دمي يعني انا نبي ينقلوا لي كليه فهي من شخصين ياخذوا دمي انا يعني ويحطوا له انتي بودي بتاع مني بتاع الهلا
اللي من موجودة في جسم المعطي هو سينما. علاش؟ لو جسمي عنده الانتيجين هو يشوف فيه عدو، ما فيش داعي اني يعني ننقل الكلية لي لاني يعني اوريدي حنهاجمها. فاللقطة هي مهمة جدا، باشين بيعرفني على انتيجينات الشخص. هو سؤال مهم يطرح نفسه، وي جو سسبنش اللي ندير فيه اقسم بالله لو هم. كيف عرفني ان انا جسمي ممكن يهاجم الشخص انتيجينات شخص هو؟ قالك لو انني عندي مالتيبل بلود ترانسفيوجن، لو انني نقلي لي الدم هلبة. ما تنساش ان الدم فصل دبليو بي سي وخلايا بنقدر انا عندي انتيجينات بنهاجمها في دم الانسان هو. اوكي انا مش هنهاجم الار بي سي، لكن الحاجات اللي معاه ممكن نهاجمها. فالانتيجينات هذه ممكن يكون انا براير سنتيتايزد عندي لها انتي بودي فبنهاجمها، او عندي ايرلير ترانسبلانتيشن سبق واعطوني اعطوني زراعه سابقه، فعندي انتيجينات متعرف عليهم جسمي. او مالتيبل بريجننسي وحتى يقول لك ديفرنت بارتنرز، يعني من الحكم انه يقول لك حتى السبيرم مرات يكون انتيجينك، فاكثر من سبيرمات يدير للجسم اميونولوجي ويعني يفسد الموضوع، او يبدا عند المراه عدم القدره على الانجاب بسبب ان جسمها يهاجم في السبيرمات المختلفه هي، او حتى المالتيبل بريجننسي تعطي للام مناعه بان راهو كثره الحمل ممكن يكون شني يحمل، يعني يبدا الجسم يتعلم من انتيجينات البيبي وينقل. مهم الكروس ماتشنج اللي افويد نتاع الكومبلمنت اكتيفيشن واللايسس اوف اورجان، يعني انت بتفسد اورجان حرام غالي هلبة. تيشو تايبينج، التيشو تايبينج هو قالك the most accurate way هي عن طريق الدي ان اي سيكونس، يعني طابق الدي ان اي بالدي ان اي، هذه احسن طريقه باش نطابق بين زوز خلايا زوز اعضاء او زوز تيشوز. aims to identify نوع الهلا الواحد واثنين في المستقبل والدونر لينفوسايت، وخلطهم مع بعض ونشوف انت هل في تجاوب بينهم ببعضهم ولا لا. باش الترانسبلانتيشن يكون سكسسفل لازم البلد جروب انتيجين والتيشو تايبنج الصوص يكونوا متوافقين، مش تيشو تايب بس والبلد لا، حيها عليك لازم الصوص يكونوا كومباتيبل. تيشو تايبنج كان بي اجنورد ان سم بريفليجد جرافتس، اي مهمه عندنا عطاء في جسمنا جسمك المناعي مش متعرض لها ما يعرفهاش. نعطيك مثال، القرنيه اللي هي الكركوبه الشفافه اللي في عينك ودماغك، اوكي هو ما فيش نقل دماغ لكن في نقل قرنية بكثرة، فنوع immune response هذه ما تدورش، هذه حط طول وجوك مليح باهي من أن يكون به. immunological reactions associated with transplantation، في تفاعلين خطيرات باهي أو هم التفاعلين أساسيات، يا إما الهوست versus graft أو graft versus host، يا الجسم يرفض العضو يا العضو يرفض الجسم بكل بساطة. فهي خلينا إحنا كاتب ثلاثة categories بشوية الهوست versus graft ثلاثة، يا إما hyper acute أو accelerated reaction، هذا أول ما تحطه جسمك بيرفض. occurs when donor and recipient يختلفوا في الـ ABO، اهمل الـ ABO حدير الـ hyper acute أو الـ accelerated. ريسيبيانت لما يصير الانتيبودي نتاع الاي بي او والهلا انتيجن هي قصدي بتتهاجم فيو اورز، حتصير بعد الترانسبلانتيشن الكومبلمنت يكون فيكسد واكتيفيتد وبيدير لك بيفعل الكلوتينج فاكتورز، فمايكرو ترومباي بتصير والترانسبلانتد اورجان حصير له اسكيميا اند نكروسس. لوح العمليه والعضو اللي انت زرعته، افتح على مريض وانقذ حياته وقتي اصلا. Acute rejection هي تصير من 2-4 أسابيع، أسبوعين لأربعة post transplantation، والمشكلة هنا هو تفعلت CD4 T helper على major histocompatibility 2، يعني من الأخير إحنا نتكلمه على activation للcytotoxic CD8 تاع T cell وتتفعل B cells immune response against the graft، هذا الطبيعي واللي نعرفه
ان جسمك بيشبح للميجر هيستو كومباتيبلتي، هي الميجر هيستو كومباتيبلتي بتاع الخلايا، بتاع الخلايا الجديده، تطلع في الانتيجينات الطبيعيات بتاعها، لكن جسمك مش متعود على الانتيجينات هي. فالسي دي 4، سي دي 4 هتقول لك هذا شنو؟ تعال يا سي دي 8 اللي عليك وحده كيس اوف ديت هنا. هي اللقطه كيف نمنعوها؟ نمنعوها ان هني نعطي ادويه تنقص اللقطه هي. والادويه هذه تعتمد على ميكانيزمات هلبة. احد الميكانيزمات هذه اني نعطي كورتيكوستيرويد، كورتيزون وغيره، ازاثايوبرين، بريدنيزولون هذا الكورتيزون، سايكلوسبورين ينقص المناعه، سيل سبت، بروغراف وميونان. هذه ادويه تنقص المناعه باختصار، بدي ما اخش لك في ميكانيزم كل واحد فيهم. انتيجين لمفوسيتك جلوبيولين، انتيبادي يكسر التي سيل اللي مسؤول عن الريجكشن. ادويه غاليه هلبه 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 واحسن لكنها غاليه. مونوكلونال انتيبادي اوكي 3، هذا خيره، انتيبادي دايركتد اجينست سبيسيفيك تي سيلز ريسبونسبل فور ريجكشن. ادويه للاسف غاليه، سواء 2 ولا 3. فهيك درت ميوت، اسف. الكرونيك ريجكشن يصير بعد شهور ولا سنين من الترانسبلانتيشن، وهذا شن صاير؟ result from weak immune response، هذا تفاعل غريب، slightly incompatible graft، minor histocompatibility loci. يعني من الاخير major histocompatibility عندي استجابه ضعيفه لي، فبنقعد هنا مع الوقت، مع الشهور، مع السنين، باش تكون clinically apparent، باش تكون لي واضحه. ما فيهاش specific treatment فهي، لكن لازم باش نتخطاها الـ compatibility between the donor and recipient should be maximized، لازم تكون أكثر ما يمكن للقرب. تمام، هذا host versus graft. توا graft versus host، هنا يا انتم شين جايبين ندير هنا؟ والله ماني قاعدتها هيك. الجرافت تقول The transplanted tissue consists of immunological active cells، يعني اللي انت ناقل خلايا مناعية. زي ميني هو الوحيد البون مارو، اصلا البون مارو صعب جدا، صعب لان مرات انا يا سيدي اوكي يعني ما نبيش التيشو هذا، تيشو يقعد يهاجم في الجسم ويهاجم روحه. The graft itself may produce immune response against the host. الماتشنج بروسيس هنا is very important، وصعب صعب تحصل بون مارو ماتش، صعب الحق، لكن موجود، مش معناه مش موجود. The symptoms include skin rash, loss of weight, diarrhea، ولو الجرافت ما تنحتش في الحاجات هيا حيموت. هيك يكون قلت كل اللي نعرفه على شو اسمه، على الجرافت او على الترانسبلانتيشن. ان شاء الله نكون وفقت. سلام عليكم.